شريهان تقدم حفل قرعة كأس العالم 2022. وقفت على المسرح بكامل أناقتها، ارتدت فستاناً ذهبياً مرصعاً بالفصوص ومكياجاً بسيطاً وهادئاً. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل أحدث ظهور لشريهان. كانت شريهان ضيفة قطر لتقديم حفل قرعة كأس العالم 2022، واختارت شريهان فستاناً ذهبياً لامعاً مرصعاً بالفصوص، وقامت بجمع شعرها بطريقة بسيطة للخلف مع مكياج بسيط تناسب مع إطلالتها، وعلق البعض على إطلالتها المبهرة بقولهم: بقيتي أصغر من بنتك لولو. دخلت شريهان مكان الحفل على نغمات أغنية ألف ليلة وليلة، وألقت شريهان كلمة وقالت إن استضافة قطر لكأس العالم تعتبر بطولة كل العرب. وجهت شريهان كلمة لجمهورها ومحبيها في الوطن العربي، وأكدت على سعادتها بتواجدها في هذا المكان، وقالت: كل واحد عنده رحلة ومحتاج حد يدعمه ويسأ فيه، وأنا شخصياً في رحلتي ما كنتش هستمر بدونكم. تعرضت شريهان لحادث أليم عام 1989 وهي عائدة من الإسكندرية بالقاهرة، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى موجودة في الطريق، وتم نقلها لمستشفى الإسكندرية لإجراء الفحوصات اللازمة. بعد الفحوصات أكدت التقارير والأشعة وجود كسور صعبة في منطقتي الحوض والعمود الفقري، وأكد الأطباء على ضرورة إجراء عمليات جراحية في العمود الفقري ليتحسن الوضع. انتقلت شريهان لباريس بطائرة خاصة لتبدأ رحلة علاجها، فخضعت لمجموعة من العمليات الجراحية في منطقة الظهر، وصل عددها لـ30 عملية، فتم زراعة 3 فقرات وتثبيتهم بـ40 مسماراً، وألزمها الأطباء في هذه المرحلة بارتداء قميص من الجبس. تميزت شريهان بإرادة وقوة تحمل كبيرين جداً جعلاها تتجاوز هذه الأزمة، فاستطاعت أن تقف على قدمها بعد 14 يوماً من الحادث. غابت شريهان عن الأضواء من جديد في بداية الألفينات بعد إصابتها بسرطان الغدد اللعابية، واضطرت لإعادة تجربة العمليات الجراحية مرة أخرى، لكنها عادت بشكل نهائي وتام خلال الفترة الماضية. وقدمت العرض المسرحي كوكو شانيل وحقق تفاعلاً كبيراً وسط عدد كبير من محبيها ومتابعيها. اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.